السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في فيديو جديد نتحدث فيه عن الرمان. والرمان من شجيرات الفاكهة التي ذكرت في القرآن الكريم. الرمان ذكر في القرآن الكريم وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن تناول الرمان، قال فيما معناه تناوله بشحمه. يعني البعض بينتقي حبوب حبة الرمان، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام في النصيحة الغالية نتناول الرمان بشحمه لأنه مفيد جدا للجهاز الهضمي. نحن نتحدث اليوم 23 يوليو 2021، وهذه ملامح الريف المنتج. هذه شجيرات الرمان. بالطبع الثمار لم تنضج بعد، لأنها في حالة النضج بتأخذ اللون الأحمر. عن الرمان كشجيرات فاكهة، وهي مفيدة جدا، تحتوي على الفيتامينات والأملاح المعدنية والأحماض العضوية. يتميز الرمان بنسبة أحماض عضوية تفيد الجهاز الهضمي وترفع جهاز المناعة. عن الرمان وعن شجيراته وعن زراعته، هذا ما لدينا. نشكركم ونشكر حسن المتابعة. بالطبع الرمان له طرق عديدة للإكثار، في إكثار بالبذرة وإكثار بالعقلة. عن الرمان هذا ما لدينا، شكراً.